Manitoba. السلام عليكم. اليوم رانا في المدينة الجديدة تاع بوغزول ونروح نشوف مستوى تقدم الأشغال بالمدينة هذه. الملاحظ هو أنه فيه يعني التشجير تاع الطرقات، يعني الأشجار أخذت حجم لا بأس به، يعني الطول تاعها. والطرقات نشوف أن الطرقات راهي كلها مخدومة ما شاء الله، انتهيت يعني بقات العملية تاع البناء تاع الأحياء السكنية والمرافق تاع المدينة. لابد على الدولة أن تمد المثل وتبدا هي في البناء، تبدا البناء تاع الصيغ تاع السكنات تاع الديال والأل بي بي والسوسيال وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ممكن نديروا نخصص أوعية عقارية للمطورين الخواص. إذن لابد على الدولة أن تبدأ في البناء نتاع هذه السكنات، لأن الأوعية العقارية راهي يعني واجدة مبنية منتهية الأشغال فيها، كل شيء راه موجود، الطرقات راهي كلها منتهية، والطول يعني الطريق المدينة هذه ضخمة، فيها الطول نتاعها حوالي 12 كيلومتر والعرض ديالها 4 كيلومترات. إذن يعني مدينة كبيرة تقدر تستوعب حتى 2 ملايين سكن يعني بدون مشكل. إذن هذا هو الحالة تاع الأشغال، وهنا نشوف الطرقات ما شاء الله عريضة واسعة كلها بهذا الحجم، وتم غرس الأشجار. وكذلك نلاحظ أنه البناية هذه اللي انغلقت الأشغال فيها هذه حوالي 10 أو 15 سنة، هذه البناية تاع المقر تاع المدينة تاع بوغزول أو البلدية، يعني المقر تاع البلدية نتاع المدينة تاع بوغزول. إذن فيها فيها كل يعني
المكاتب تاع التسيير تاع المدينة مجتمعين هنا، لكن المشروع هذا بقى حابس عنده إذن منذ انطلاق، يعني الأشغال حبست عندها يعني حوالي 10 سنوات. هو هكذا البناية هذه، نزيد نقترب شوية ونشوف. إذن هذه هي، في بعض الشركات راهي تنشط، ماشي حاجة كبيرة، بعض الشركات راهي تنشط هنايا، لكن يبقى الأمر ناقص بزاف، ما زال ناقصة. يعني الوتيرة تاع الأشغال ما زالها ضعيفة جدا، وتيرة ناقصة بزاف، لابد فيه كثير من العمليات نتاع البناء نتاع المدن، ممكن الإنسان يقدر ينطلق فيهم بدون إشكال، كمثلا تشجير هنا، تشجير على حواف الطرقات، هذه عملية ممكن الانطلاق فيها، ما تتطلبش وقت كبير وما تتطلبش تقنيات كبار. إذا ممكن كذلك كل المساحات الخضراء موجودة هنا، في عدة مساحات خضراء يعني كثيرة على حسب التصميم بتاعها. لابد من الانطلاق في العملية نتاع الإنشاء نتاع هذه المساحات الخضراء. وهنا نشوف عملية تاع التشجير، كاين تشجير في بعض يعني الطرقات، فيه تشجير، والملاحظ هو أنه بالنسبة للطرقات تم وضع البساط النهائي نتاع الطرقات، يعني الطرقات راهم خينين 100%، شيء يعني هذا هو المطلوب. لكن العملية تاع الانطلاق نتاع بناء يعني المرافق والسكنات وكل المرافق نتاع المدينة ما زال لم تنطلق، وهذا الأمر والله أنا ما فهمتوش. كاين كثير دول العالم داروا مدن، يعني بناوا مدن في بضعة سنوات. المهم احنا اليوم رانا في بوق الزول، خلوكم تتابعوا الفيديو حول المدينة الجديدة نتاع بوق الزول، وحول النسبة نتاع الأشغال، يعني نسبة الأشغال، يعني باش تاخذوا فكرة على نسبة الأشغال نتاع المدينة هذه. والسلام عليكم.